الشركه ديال كيديروا هادشي ديال البونج وديال الطابيسري وداكشي من عندهم جا الضرر يعني شعلت فيهم العافيه وحنا كجيران عندنا واحد لاكور هكا مدير يعني خفنا حنا يعني حنا متضرين كاع الصف هذا ديال ثلاثه ديال الشركات ولا اربعه متضرين بالنسبه لهذوك الناس والحسن الحظ رجال مطافي جاو راه كاين كيزاولوا العمل ديالهم ولو انه والله الحمد ولو انه جاو شويه معطلين ولكن ما عندنا ما نديروا حنا دابا كننتظروا باش ان شاء الله تيسر الامور تقريبا خسائر بالنسبه لنا الحمد لله ما كاين حتى خسائر ولكن بالنسبه للجيران الناس اللي هما معنيين بالامر القرار عندهم اضرار مازال الان لا باقي ما عرفنا شنو كاين هاد الساعه تقريبا العدل شي على ودابا راه من تقريبا من 7 هاد العشيه من 7 من 6 تقلات 6 مع 6 مع 6 لا من 7 كان 7 هاد العشيه بالضبط انا عندي تدقيق من 6 اي 3 تسوى راه باقا الان شاعله باقا شاعله العافيه لا ما كاين لا خسائر لا والو الحمد لله بالنسبه للارواح بعدا ما كاين حتى شي حاجه حنا كجيران حتى حنا ما ضريناش ولكن بالنسبه اللي قلت لك دابا الشركه اللي هي شاعله فيها العافيه الان راه مضروره عندهم اضرار تقريبا العافيه جات على كلشي تحرك هذا وجه هو اللي طفى هذيك الشركه الثانيه بيني وبين الموت 60 ثانيه واقيله في الدخان 60 ثانيه ولكن الحمد لله ما فضل الله تخلقنا وكلشي اللي عطى الله الحمد لله على كل حال ثانيه الله يحفظكم الله يرضى عليكم الاولى الحمد لله طفيناها استاذ الناس كيمدوا لنا لي بوطاي باش طفينا الحمد لله الثانيه راه جحيم ماشي اللي كيشوف انا كنت فيها دابا جحيم وتحيه للسلطات ديال الوقايه المدنيه حتى هما زعما راه تكرفصوا واخا داكشي راه مجهد والحمد لله الله يجعل شي كلشي بوجه الله بسبب الله بسبب الله ماشي مشكل غادي كيتحل الحمد لله الحمد لله لا هو اصلا التكرفيصه كلها في وجه البنات راه كانوا حاصل البنات لداخل ليه هذه كانت ضيجه خاويه لان راه كما قلت لك راه جحيم ماشي جحيم والثاني الحمد لله بنات خرجنا مهربنا البنات طفينا كان يعني امبورطون خاصك تدخل من تحت في لاكوب كاين واحد بحال لاكاين من التحت هذيك خاص اللي غيريسكي بحياته الحمد لله ريسكي بحياته هذا العبد هذا هو انا تمنيت لو كان داني الله تما تمنيت الله والحمد لله الدراري عشان من الفوق طلعوا وهبطوا الدور يعني كان فهمتي بوانت فينال كانت هي ديك التحت هذيك التحت خاصك تخنق الحمد لله داك لي نوت ديال السبور اللي مستافدين منهم وديجا خدينا فورماسيون في هذا الشيء من لي سوسيتي على ليبوك نفعونا وجاب الله تيسير من عنده في الاول وفي الاخر التوفيق من الله الحمد لله عينا منطفي ورجال المطافي حتى هما عياو يجيو شي خمسه ديال الكاميو ديال الماء ما والو وانت كما تشوفوا السيتي الناس باقي تعمروا الماء ديك العافيه الكثره ديال العافيه طاروا داك التشاج ديال العافيه طاروا ومشى الاتجاه ديال واحد الشركه اخرى اللي حداهم تيشد فيها العافيه هذيك لقينا وسولنا عليهم باش ما تزيدش العافيه تشعل لا الاصابات ما كاينينش كاينين الشركه اللي شدات فيها الثانيه كانوا فيها العمال خدامين وسميتو هي فاش اتجهنا خرجناهم عطينا العافيه باش ما يتحركش يكونوا الاصابات قويين دابا تنستولوا على العافيه ديال الشركه الاولى وبالنسبه للشركه الثانيه راه شاده وبالنسبه للشركه الثانيه راه شاده العافيه مجهده ورا الرجال المطافي خدامين كتقول لنا الوقت ديال الحديث الساعة 7 ديال العشية والعافية ما بغاتها باقا دابا العافية تدخل سميتو رجال المطافي دابا ولاو حتى 7 ديال فهمتي ولاو 7 ديال الشاحنات ديال الإطفاء وحنا دابا تنطفيو في العافية وكل خير إن شاء الله وشكرا السبب ما باقي السبب ما كاينش سمعنا بأن بعد التحرية ديالنا الإعلاميين سمعنا بأن كاين أفارقة لا هما اللي خدامين الافارقه خدامين تما ولكن بقى ديال تينعسوا تما الله اعلم العافيه شبكات ما عرفناش شنو واقع بالنسبه للافارقه راه تيباتوا تما وشكرا خي حنا كنا جالسين حدا حرمتنا بدلنا العافيه مجهده جينا دخلنا حنا لقينا العافيه شاعله بزاف دخلنا جبدنا ديك السلعه اللي بقات من الديبو شي بوطات شي عاد جاو البومبيه معطلين شويه ولكن هاني نقضوا الموقف وبزاف العافيه ما فهمناش شنو واحد بعد الافارقه تا هما تبارك الله عليهم كانوا في المستوى خدامين معانا حنا اللي ولاد البلاد درنا هذا الخير هذا الشركه ديالو
هادي ديال الخشب تيقادو البيبان داكشي المنطاط الزرابي كلشي. وهاد الافارقة شنو كانوا كيديروا؟ خدامين هنايا هما في هاد المصنع هذا. تحرق حد ما لا تقاسي واحد هنايا ما جاو يتشد ليه في واحد شدات ليه في واحد القصدير.